مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم في نشرة أخبار الرياضة تأتيكم من قناة الجزائرية. نشرتنا لنهار اليوم ستكون مخصصة بنسبة كبيرة لحفل الكرة الذهبية الذي أقيم سهرة أمس من تنظيم جريدتي الهداف ولوبيتور، وتم فيه تكريم العديد من الوجوه الرياضية التي تألقت هذه السنة، أين صنع تكريم حسن الماس الحدث، بينما كان نجم السهرة إسلام سليماني الذي اختير أفضل لاعب في الجزائر. عودة في الموضوع في هذه التغطية. في أجواء احتفالية بحضور ألماء الوجوه الرياضية الجزائرية وكذا نجمي السهرة الأرجنتيني خافير زانيتي والبرازيلي ريفالدو، توج إسلام سليماني بجائزة الكرة الذهبية التي تنظمها كل من جريدتي الهداف ولوبيتور في طبعتها 13. بالنسبة للحفل، الحفل عودتنا جريدتي الهداف والبيتور على أن تكون في المستوى، يعني مستوى الحدث العام الماضي ولا السنوات اللي قبل والسنة هذه، يعني بحضور دائما تحضر نجوم عالميين يعني في مستوى الحدث. الحدث الأبرز كان تكريم واحد من ألمع ما أنجبت الكرة الجزائرية، حسن للماس الذي توج بجائزة أحسن لاعب في الستينات والسبعينات. سايتي اون غروند سيربريز يعني دافوار ايتي انفيتي جو سوي تري 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 زورو. الدور جاء أيضا لتتويج جمال حيمودي بلقب أفضل حكم، سفير طيدار جائزة اكتشاف المنتخب، وكذا بالفضيل زميله في الإنتر هذا الأخير الذي تحصل على جائزة التضحية. إن شاء الله يعني في 14 جونفي 2014 إن شاء الله تكون القائمة النهائية تاع كأس العالم 2014 إن شاء الله، اللي إن شاء الله تكون مثل كذلك بالحكم الجزائري إن شاء الله وهو المتمثل بشخصي. على مستوى الأندية عاد لقب أفضل فريق لاتحاد العاصمة وفاق سطيف، أفضل لاعب محلي لمراد لهم جاليت أحسن هداف للبطولة، بينما تحصل فرحات زين الدين على لقب أحسن لاعب للأمال، ومحمد الأمين زيماموش لقب أفضل حارس. تخوا تيتخ ليكيب فرحات زيماموش، زيماموش لا ديمونتري سي با لا بان نهضروا عليه بزاف، فرحات لو ميريت سي ان اكسيلون جوور سي تو لو موند كي كوني فرحات سي ان بون جوور ميريت لو تروفي، وان شاء الله نتمنوا له حاجة خير من هذه ان شاء الله. كي يعطوا لك تتويج مير أحسن لاعب شاب للواحد لازم يدير رجله توجور حط رجله في الأرض ويكمل يخدم. بون انا لوبجيكتيف تاعي ان شاء الله قلت لكم مازال سي موا ان شاء الله مالغري فلاج ديالي هذا، مي توجور راني نطمح نكون بارمي لي 23 ولا بارمي لي 30 اللي يروحوا لا كوب دي موند، وعلاش لا ان شاء الله مازال سي موا الواحد لازم يبين وش يسوى ان شاء الله بربي. لتبقى مثل هذه التتويجات مهمه، خاصه وان المنتخب الوطني على موعد مع ثاني مشاركه له في اكبر محفل كروي. قناة الجزائرية وكالعادة تأتيكم بالحصريات، حيث بعد نهاية الحفل كان لنا هذا الحوار مع إسلام سليماني هذا الأخير الذي أراد أن يواجه رسالة خاصة للجمهور الجزائري، شاهدوا معنا. واش تحب نقول لك خويا ستيم في اختي بور موا سي حلم، حلم تحقق اللي بتحقق بالنسبه ليا باش تكون احسن لاعب في الجزائر مع اللاعبين اللي عندنا في الجزائر وعندنا يلعبوا خارج الجزائر، ماشي شيء سهل ماشي سهل شي شي فيغ دو موا. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله اشتغل ان شاء الله ثاني لاني بروشان. يعني كي قالوا اسلام سليماني احسن لاعب واش تفكرت في ديك اللحظه؟ في اللحظه نون تفكرت بزاف امور، تفكرت لي ساكريفيس اللي درته، تفكرت مي بارون، تفكرت ما فام، تفكرت بزاف امور سيرتو لي ساكريفيس اللي درتهم. سؤال اخر فقط، يعني الجزائر في المونديال يعني كلمه مجموعه متكافئه واش راك تشوف انت؟ انا بالنسبه لي مجموعه صعبه، هذه ماشي مجموعه متكافئه، مجموعه صعبه، بصالح ان شاء الله ان شاء الله نفوت ان شاء الله نديروا كل شيء واش قدرنا ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور الجزائري والشعب الجزائري ان شاء الله. بربي ان شاء الله نشرفوكم احسن شريف ان شاء الله في البرازيل ان شاء الله. تكريم سليماني اعتبره الحضور بالجائزة المستحقة، خاصة بعد المستوى الجيد الذي أبان عنه مع المنتخب الوطني وهو الذي يعتبر هداف الخضر. إليكم أبرز التصريحات بعد نهاية الحفل. بغض النظر عن تجبيه سليماني، هو تتويج للاعب المحلي، لأنه كما تعرف أنه في اللاعبين اللي مذكورين في صبر الآراء من خلال في من بين ستة كاين ثلاثة من إنتاج البطولة المحلية. Je suis très content pour Slimani. Qui est un garçon qui a à son poste, il n'y a pas mieux pour l'instant. C'est un buteur, c'est un renard, c'est un joueur qui a encore une marge de progression. Et c'est bien qu'il soit parti en Europe pour s'aguerrir. Et j'espère qu'il nous apportera beaucoup d'efficacité comme il le fait à l'heure actuelle, parce que c'est un joueur qui en veut, qui sait ce qu'il veut. Et donc je suis content pour lui parce que c'est un bon garçon. والله المبادرة جيدة، أنا سيرتو فرحان على سليماني باسكو لاعب محلي، هذا الكرة يستاهل اللعب المحلي، علاه؟ باسكو كرة الجزائر تاع الجريدة الجزائرية، دونك المحلي هذا سيرتو الميساج للشباب هذه تطور اللعب المحلي وتعطيه نظرة تعطيه فكرة
سليماني كي كان في الشراكه شباب الوزداد تطور جو دار الكره دونك هذا ميساج للشباب il a été très très performant avec l'équipe nationale donc il a contribué grandement à sa qualification donc oui c'est mérité après si c'est un autre joueur je trouverai aussi des arguments pour dire que c'est mérité parce que pour moi ils le méritent tous mais ouais si c'est Slimani qui l'a c'est mérité et bravo à lui et si c'est Islam ça sera forcément mérité parce qu'avec ce qu'il a fait en sélection c'est déjà très bien il a souvent marqué il nous a souvent aidé ensuite le fait de sortir de fin d'un club algérien, de pouvoir aller s'imposer dans un club européen, c'est pas facile, même si les joueurs locaux ont beaucoup de talent, mais après, c'est au-delà de tout ça, c'est pas forcément facile de sortir d'Algérie. Mais voilà, avec le mérite qu'il a eu de pouvoir faire de très bonnes saisons ici en Algérie et pouvoir s'imposer et être souvent décisif quand il rentre avec le Sporting, ça montre que c'est un grand attaquant, même s'il est jeune et qu'il a un grand avenir. وكما عودنا المنظمون كان ضيوف الشرف من الأسماء الرنانة التي كتبت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية. هذه السنة وقع الاختيار على خافيير زانيتي وريفالدو الذين نشط قبل الحفل ندوة صحفية إليكم أبرز ما جاء فيها. Les équipes, je les connais pas. Je connais la Belgique pour les avoir affrontées en 2002 en Coupe du Monde. C'était une équipe coréenne. C'était l'équipe la plus difficile. Que nous avons rencontré en groupe. Mais est-ce que c'est la même équipe? Je ne sais pas, parce que je connais pas encore la Belgique. L'Algérie aurait pu tomber dans un groupe plus difficile. Et Argelia Poissa classifica. Si, recuerdo muy bien ese partido. Bien sûr que je me rappelle de ce match parce que effectivement les Algériens nous ont fait souffrir. On a gagné certes, mais ce fut un match très équilibré. Je profite de l'occasion pour féliciter l'Algérie pour sa qualification à la prochaine Coupe du Monde et je leur souhaite de réaliser un très bon parcours. Para felicitarlos por la clasificación para la próxima Copa del Mundo y ojalá que yo creo que la Copa del Mundo es un Avant tout, je dirais que l'Algérie a mérité amplement d'être en Coupe du Monde. Elle est en plus tombée dans un groupe assez équilibré qui lui permet d'avoir de grandes possibilités de passer le premier. De pouvoir passer par la seconde ronde. وعلى هامش الحفل استغلينا حضور المعلق الرياضي في قناة الجزيرة الجزائري عادل خلو الذي تذكره الجميع بطريقة تعليقه الفريدة من نوعها خاصة لقاء الجزائر وبوركينا فاسو إن لم يتمالك دموعه في نهاية اللقاء تابعوا معنا هذا التصريح والله حفل كان جد رائع ممتاز للغاية تجمع هذه الحفلة كل هذه الشخصيات الكروية والرياضية والسياسية ومن كل المجالات في جو بهيج وأن تكرم رموز للكرة الجزائرية سابقا وحاضرا ولاحقا كذلك أعتقد بأنه هذا شخصيا أنا سعيد جدا أن أكون حاضر اليوم لأول مرة في هذا الحفل صعبة 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 والله هي مشاعر لا يمكن أنك تعبر عليها أول شيء نجاح في التعليق إذا بديت منه هذا توفيق من الله ما فيش شيء ثاني آخر ثاني شيء يكفي انك تسمع قسما مع بدايه المباراه كل شيء يتغير داخليا يتغير فيك من حفل الكره الذهبيه الى اخبارنا الوطنيه اين يواجه وفاق سطيف واتحاد الحراش ممثل الجزائر في رابطه الابطال الافريقيه على التوالي فريقي ستاف بيك الغامبي وملعب المالي في الدوره التمهيديه من المنافسه حسب ما افرزته عمليه القرعه التي اجرتها يوم الاثنين الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ويلاقي وفاق سطيف نظيره الغامبي خلال المباراة المقررة ما بين 7 و9 من شهر فبراير 2014 قبل التوجه إلى بونغول للعب مباراة الإياب المبرمجة ما بين 14 و16 من نفس الشهر وفي حالة التأهل يواجه وفاق سطيف الفائز من اللقاءين المزدوجين بين أف سي ديمبار السنغالي وأصفى البوركينابي من جهته يستقبل اتحاد الحراش وصيف بطل الجزائر الملعب المالي وفي حالة التأهل يلاقي الحراشيون التشكيلة السودانية الهلال حيث برمج لقاء الذهب في 28 فبراير بالعاصمة والإياب في الخرطوم في شهر مارس المقبل سيجتمع أعضاء المكتب الفيدرالي الثلاثاء المقبل بداية من 10 صباحا بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى لمناقشة العديد من المواضيع الشائكة وأفاد مصدر مقرب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن قضية الحارس فوزي شوشي، رضا بابوش والمدرب جمال مناد قد تطرح على طاولة النقاش،
أين سيتم الحديث عن إمكانية الصفح عن الثلاثي المعقب من قبل لجنة الانضباط على خلفية أحداث نهائي كأس الجزائر الموسم الماضي، بعدما رفض لاعب العميد والطاقم الفني الصعود إلى المنصة الشرفية لاستلام الميداليات من يد الوزير الأول عبد الملك سلال. بهذا نصل وإياكم لنهاية النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.